هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للوقوف بعرفة، فأنا كنت مفرد ولم أصل إلا بعد المغرب، هل الوقوف ليلا يجزئ للمفرد في عرفة؟ نعم نعم، ليلة مزدلفة، يعني الليل الذي بعد يوم عرفة تابع لعرفة، وهذا خاص بعرفة، أن الليل الذي بعدها تابع لها، وهذا من تيسير الله وتوسيعه على العباد. فمن وقف ليلة العاشر وهو محرم وقف في عرفة أجزأه ذلك إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. نعم.